زيارة السيد الكاظمي للكويت أولا لإزالة كثير من الأمور العالقة بين الطرفين، ولذا الوفد اللي شارك الكاظمي وفد اقتصادي وفني وغير ذلك. الشيء الثاني اللي لا يقال بالإعلام أن الكويت يشعر الكويتيين أن الإسلام السياسي بدأ لا يهددهم فقط وإنما يهدد المنطقة، والكويت تخشى أن إذا سيطرت إيران على جنوب العراق فمعناته إيران ستكون لها حدود مع السعودية ومع العراق. فالكويت وحتى السعودية مع إيجاد مخرج من هذا الصراع عن طريق وفاق إقليمي، لا يريدوا يضعوا كل بيضاتهم بالسلة الأمريكية، لأن الاعتماد على أمريكا أثبت لا يجدي بكثير من الأحيان. وعليه هذه محاولة أن ينجح الكاظمي بعقد مؤتمر إقليمي نهاية هذا الشهر، إن نجح بذلك كثير من الأمور تتغير.